اليوم غادي نتكلموا ان شاء الله على واحد الظاهره كتسمى الترمضينه. الوغ الترمضينه الوقت اللي كتسمعوها بحال ما دوش معايا، راني صايم، راني معصب، خليوني راني اليوم صايم. عاده الا فهمنا مزيان راه الصيام شي حاجه اللي خصني نكون ناشط وانا صايم، خصني نكون كاين جانب الديني كاين الجانب الصحي كذلك، خصني نكون مزيان وانا صايم. فإلا بغيت نتكلم معكم اليوم على هذه الظاهره ديال الترمضينه، لان كاين واحد الناس تيربطوها بالقطعه مقطوع، عندي واحد الادمان معين، يقدر يكون السجائر الكارو او لا يقدر يكون القهوه او لا يقدر يكون شي مواد اخرى، مقطوع من هذيك الماده كنتعصب وكنحس بالنقص. لسوء الحظ كاين صحيح ان الوقت اللي كنتقطع من هذيك الماده الا كانت حاله ادمان كنحس بالوجع ديال النقص ديال هذيك الماده، نقدر نحس بحاله قلق، نقدر نتخلع، نقدر نبضات القلب ديالي تغير، نتعصب واحد شويه. مي اللي ندير في بالي وهاد الفرصه ديال رمضان هذه فرصه انني ربما نتخلى من على هذيك الماده اللي نعاني منها، لان راه معاناه، ربما فرصه انني نقص او نحبس هذيك الماده ديال الادمان. رمضان تيمكنك ولا الصيام تيمكنك انك تقطع بزاف ديال الحوايج وكتحس بانك قادر تقطع، لان كاين الضغط الديني، كاين الوازع الديني، كاين الضغط الاجتماعي، وكتلاحظ بانك في رمضان عندك فرصه انك تقطع. فإلا قدرتي تقطع في رمضان راه تقدر تقطع في كاع الايام الاخرى في سائر الشهور ديال العام ان شاء الله. هنا استغل هذه الفرصه ديال رمضان انك تقطع. بالعكس ما تكذبش على راسك وتقول راني مرمضن ولا راني هادير، بالعكس راك مزيان، راك في الحاله النفسيه احسن ما يمكن تكون فيه هو هذاك الوقت وانت صايم. قطع هذيك الماده، تقدر تستشر مع طبيب ولا شي حد اللي يساعدك انك تزيد تهنى ولا تخلى على هذيك الماده، غادي يكون شي حاجه مزيانه. هذه الفرصه اللي ما تضيعش فرصه بحال هذه.